نروح نشوف تقرير حلو عن فريق كرة القدم سيدات بنادي الأمارية اللي بيشارك في الدوري الممتاز. تقرير هتستمتعوا بيه وتقرير هتبقوا مبسوطين وانتم بتتفرجوا عليه. وبعد التقرير نواصل مع حضرتك. في الاول كان طبعا حاجه غريبه، الناس ما كانتش مهتمه ان البنات بتلعب كوره، دايما الناس كلها مركزه ان الكوره بتبقى في الاولاد، حتى كان فرق قليله بس اللي بتلعب في الوقت ده. دلوقتي احنا بدانا، دخلنا اول سنه في درجه ثانيه، صعدنا ممتاز، السنه دي بننافس على الدوري. فالبنات من وقت لوقت فعلا بيبقى في بروجرس كبير عليها وبتحسن. الموضوع بقى واخدينه بروفيشنال شويه، الموضوع بقى فيه مشجع شويه ان في مثلا منتخبات بدات تتعمل تاني، فدي حاجه بتشجع البنات وبتوسع القاعده بتاعت البنات تلعب كوره. احنا العدد عندنا حوالي مثلا 25 لعيبه، معظمهم من السن الصغير، يعني احنا عندنا ناس كتير قوي مواليد 2005، مواليد 2004، حتى في عندنا لحد مواليد 2010، وبنختارهم ده على حسب امكانياتهم، على حسب احتياجاتنا ليهم في الملعب. في بنات احنا اللي مطلعينهم من اول يوم، احنا اللي مطلعينهم واحنا اللي لعبناهم في الفرقه، ودول خمسه سته في الفرقه. وفي ناس مثلا لو احنا محتاجين في مركز معين ممكن ندعم مثلا بحد من بره او كده. هو انا من صغري بلعب رياضه، وكنت بلعب باسكت بول وكده، بعدين واحده واحده الموضوع بدا انه بقينا سته سبعه، طب تعالوا نعمل تيشيرتات، تعالوا نلعب خماسي، تعالوا كده. فمن هنا بقى اصلا الاكاديمي بدات، وبدانا يعني حبينا الموضوع، حسينا ان هو في مسؤوليه وفي يعني تيم ورك كده، والموضوع بقى جميل ان هو لا دي رياضه حلوه، ليه ما احبهاش يعني زيها زي اي رياضه ثانيه. بصراحه مركزي وينج ليفت، بس ممكن برضو مركز رايت. من وانا عندي 5 سنين 6 سنين كنت بتمشى في النادي عادي، وبعديها لقيت كده ولاد بيلعبوا كوره نادي، فمامتي قالت لي روحي اتمرني معاهم يعني وكده، وبعديها حبتها. عايزه اطلع بره، عايزه اروح فريق باريس سان جيرمان، ان شاء الله يحصل. عايزه اطلعهم كاس العالم، ما اقدرش لوحدي يعني، بس الفريق كله مع الفريق.